في هذا التاريخ من بداية كل شهر تكون طريق العودة إلى تمنراست مكتظة بالشاحنات المحملة معظمها بالمواشي. لكن هنا كثيراً ما يحدث ما قد يحزن التجار. التجارة هذه تسمى منذ القدم هي اللي ساهمت في ربط علاقات بين 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 الشعوب اللي راهي في المناطق الحدودية هذه والمناطق الجنوب، وساهمت وبنات سكان الجنوب عندهم علاقات وطيدة مع جيرانهم في النيجر وجيرانهم في المالي بفضل تجارة المقايضة منذ القدم، وهذه راهي تعزز تفتح للجزائر، تفتح لها الانفتاح على البعد الإفريقي. والتجارة هذه إن شاء الله رانا نتأمل فيها أمال كبيرة باش تكون قطب الاقتصادي نتاع الجزائر يتبنى من على تجارة المقايضة في الحدود مع سيرتو مع دولة نيجير والمالي الحدودية. هذه الأبقار الإفريقية ستوجه للذبح والاستهلاك. هذه هي البقر اللي دخل في إطار المقايضة، هو داخل من النيجر على حدود عين قزام، أو يدير له طبيب، شايفه طبيب يدير له هذيك تاع الأذن، الحلقة تاع الأذن، تفضل افتح. تعالج وتسمن لمدة معينة قبل ذلك. نسمنوها نجيبوها ضعيفة ونسمنوها هنا ونقدموها للذبح بعد العلف والعلاج وعناية كبيرة. لحوم هذه السلالة مطلوبة بكثرة هنا. هذه الثروة الحيوانية تروح ديركت للذبح، يعني ديركت للمذابح، بما أن هنا ما عندناش يعني مذابح صناعية. كان هناك في ولاية تمنراست أول ما هنا المقايض يخضع إلى يعني تفتيش أولي ويعطي له ويرخص له ويعطي له الطبيب بيطري شهادة صحية بيطرية باللي يعني كل الماشية مع خالية من كل الأمراض. ومن بعد هناك تفتيش ثاني في على مستوى ولاية تمنراست من أجل الذبح، يعني هذه الثروه الحيوانيه رايحه ديريكتومون للذبح. هذه يعني وضفت الشروط، يعني المقايض لازم يلتزم بدفتر الشروط، يعني فيه يعني سني بين مديريه المصالح الفلاحيه والمقايض من اجل هذه الثروه تروح يعني مباشره الى المذابح الصناعيه اللي متواجده في ولايه تمنراست. نجيب الأبقار أو غنم أو إبل ولا كاوكا ولا حنة، المهم السلعة المسرحة نجيبوها في الأول، وبعد نخرجوا في الفاليور نتاعها نخرجوا تمر ولا صابون. من شهرين تبدأ توجد للذبح، وتقدر تحتر 4 شهور باش يتم نقولوا الثمن نتاعها، لكن من شهرين تبدأ لباس نقولوا خلاص تكون واجدة للذبح. تعاني في الطريق، تعاني بزاف، لذلك باغي لها تسهلات في البوست، تكون الماشيه هذه غير تدخل نورمال ما تخرج، تفوت ديركت على خاطر تعاني باش ما طولت في البوست نهار اثنين راه يضرها هذا. كلما ارتفع الطلب عليها كلما تشجع المقايضون في ادخالها لسوق تمنراست. الجزائر القاره أثبتت ولا تزال تثبت مكانتها ومستقبلها القوي في اقتصاد إفريقيا.